بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع قصة نبوية. يوم الجمعة 20 رمضان سنة 8 هجريا فتحت مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قدره 10,000 مقاتل، يا حضرات 10,000 من الصحابة، وتوجه إلى مكة لفتحها بعد أن نقضوا العهد مع رسول الله. كان في عهد وعقد اسمه صلح الحديبية، هم تسببوا في نقض هذا العقد، وجاء النبي عشان يفتح مكة. وهو في طريقه لفتح مكة كان يحمل راية الأنصار واحد من الصحابة اسمه سعد ابن عبادة، ده أصلا خزرجي. انتوا عارفين الأنصار عبارة عن الأوس والخزرج، كان سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة. فيوم فتح مكة اللي كان حامل راية الأنصار هو سعد بن عبادة، وهو منين؟ من الأنصار. فظن سعد انه رايحين بقى احنا مكة دلوقتي عشان ننتقم من الناس اللي آذت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، واللي جوهم حاربونا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وصدونا عن المسجد الحرام سنة 6 هجريا، يعني عامل لنا مشاكل أهل مكة دول. فظن سعد بن عبادة رضي الله عنه إن إحنا رايحين نتشفى في هؤلاء الناس اللي هم قاعدين في مكة. فقال إيه سعد بن عبادة يا حضرات؟ قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم أزل الله قريشا، اليوم تستحل الكعبة. سعد بن عبادة قال كده. سمع الكلام أبو سفيان ابن حرب، فرح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، قال له: صاحبك فلان بيقول اليوم يوم الملحمة، يعني إيه؟ ناخد حقنا النهاردة، اليوم أزل الله قريش، اليوم تستحل الكعبة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم تعظم الكعبة وتكسى فيه الكعبة. والنبي أرسل إلى سعد بن عبادة، تعالى. جي سعد بن عبادة اللي هو حامل الراية، النبي قال له: أين الراية؟ قال له: هي رسول الله أخذها منه، كأنه عزله يعني. قال: أين ابنك قيس؟ قيس بن سعد بن عبادة. فجاء قيس فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. موقف جميل في عدة دروس وعبر نتعلم منها في يوم فتح مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا نتعرف على تلك الدروس بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله. ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، وأول درس لابد أن يعلمه كل الناس إنه سبب بعث سيدنا النبي الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس بتستغرب وتتعجب، معقول المشركين طردونا من ديارنا في مكة وأخذوا أموالنا وجوهم لحد المدينة وحربونا في أكثر من غزوة، وصدونا عن المسجد الحرام سنة 6 هجريا وإحنا رايحين نعتمر، عملوا فينا كل ده، ومع هذا النبي بيقول اليوم يوم المرحمة؟ ولما يدخل عليهم وهم في المسجد الحرام متأطئي رؤوسهم يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المؤمنين رحماء، ديننا دين الرحمة، وهذه الأمة هي أمة الرحمة. والنبي قال: أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. الدرس الثاني، إن لما سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم أزل الله قريشا، اليوم تستحل الكعبة، النبي لما عزله وقاله لا اليوم يوم المرحمة، عمل حاجة جميلة قوي النبي، لأنه النبي هو اللي علمنا جبر الخواطر. خد الراية من سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الأنصار، وادها لابنه كأنه الراية ما خرجتش برا البيت برضه، هو بس يعلمه الدرس. لا، احنا مش جايين نعتدي ولا جايين نتشفى في الناس ولا جايين نثأر، احنا جايين نتراحم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده الرحماء.
صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.